أيها الحجاج أن قوله ويذكر اسم الله قصد كبير عظيم جليل ينبغي أن يعيشه الحجيج في حجهم كل عام. يا حاج افتح أذنيك جيدا رعاك الله، في حجك جئت تطلب الجنة، تبحث عن عفو الله، في رحلة حجك بذلت الغالي والنفيس، وأتيت تبحث عن أمر عظيم يستحق أن تبذل من أجله ما بذلت، وأن تقدم ما قدمت، ما جئت لأمر يسير، ولا قدمت لرحلة عابرة، جئت لقصد كبير عظيم تكمل به أركان دينك، وتحج بيت الله، وتمتثل أمر الله، وتؤدي فريضته، وتتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم به من قصد ومن أمر عظيم ومن غرض اجتمع الحجيج لأجله في بيت الله الحرام حتى ينطلق إلى المشاعر بعد أيام قلائل. ويذكر اسم الله، هذا قول الله الذي نادى به إبراهيم عليه السلام لأن يؤذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.